صباح النور من جديد مشاهدينا، واهلا بكم في القسم الثاني من صباح النور. في ظل تفشي كورونا في العالم تتأثر قطاعات اقتصادية كثيرة ومنها القطاع الزراعي، فما أهمية دعم المزارعين في المناطق النائية خاصة مع وجود تدابير كحظر التجوال؟ الجواب مع الخبير في التخطيط الاستراتيجي الزراعي دكتور حسام الدين النصري الذي ينضم إلينا مباشرة من السودان. صباح النور دكتور. صباح النور سارة، وصباح النور لكل مشاهدي تلفزيون العربي. شكرا جزيلا لك. يعني دكتور، بداية أخبرنا كيف يتأثر القطاع الزراعي بالأزمة الراهنة؟ هي بالتأكيد ألقت بظلالها على مختلف القطاعات، ولكن كيف تأثر القطاع الزراعي؟ أكيد طبعا تأثر. هو يعني فيروس الكورونا كوفيد 19 يعني واحد من أكبر التحديات الاستراتيجية اللي بتواجه العالم يمكن خلال الخمسين سنة الفاتت، فبالطبيعة الحال لازم القطاع الزراعي يتأثر مثل كل القطاعات الأخرى. لكن إذا جينا ننظر نظرة أكثر تعمق، يعني في مفهوم اسمه سلاسل القيمة الزراعية اللي هو بنقصد به يعني النظرة لكل البروسيس أو العمليات الزراعية ابتداء من مرحلة يعني المدخلات الزراعية إلى مرحلة الوصول للزبون. ففي تحديات كثيرة حصلت على مستوى السلسلة سلاسل القيمة كلها، وأهمها اللي هي التحديات اللوجستية، لأنه في يعني في مشكلة في الحركة عموما وفي الترحيل كذلك، خصوصا أنه الزراعة يعني عمليات متأثرة جدا بالزمن لأنها عندها مواسم. يعني مثلا عندنا هنا في السودان خاشين على الموسم الصيفي، وكل عملية عندها زمن محدد، يعني بتين تحرث الأرض بتين تبذر البذور وغيره. فالتأثر بتاع العمليات اللوجستية بيأثر تأثير كبير كذلك على العمليات الزراعية بشكل كبير، وكذلك برضو الحركة بتاعت العمال. الزراعة في مراحل مختلفة منها، اللي هي المرحلة الأولى والمرحلة كذلك بتاعت الحصاد، بتتطلب حركة بتاعت عمال كثيرة، والعمال يعني في المناطق الزراعية زي ما عارفين كلنا بيسكنوا قريبين جدا لبعض، وحتى يعني النوم بيكون قريب جدا لبعض، فده ممكن برضو يعمل مشاكل بالنسبة للانتشار بتاع الفيروس وكده. فالتحديات كبيرة، وكذلك في تحديات عندها علاقة بالتسويق. يعني لو لاحظنا انه الناس بقى يعني صعب جدا في حوالين العالم، خصوصا في البلدان اللي فيها حظر شبه تام، انهم يصلوا لاماكن بيع الخضار والبقالات وكده، فبقى في اعتماد اكبر على الحته بتاعت الاونلاين شوبينج بالنسبه للخضار، فدي برضه بتسبب نوع من التحديات الاضافيه في السبلاي بالنسبه للمواطنين. في برضه ممكن تظهر تحديات جديده اللي هي عندها علاقه بشكل التعبئه والتعقيم وكده، لانه الناس كلها طبعا خايفه من انتشار الفيروس وكده، فبيكون برضو عندهم متطلبات إضافية، خصوصا إذا إحنا كنا بنتكلم عن الصادر، متطلبات إضافية في التعقيم وفي التعبئة بتاعت المحاصيل. نعم. طيب دكتور، حاليا يعني في ظل حظر التجوال الناس بقت قريبة ممكن تكون من بيوتها ومن حقولها، زي ما تفضلت أنه دائما المزارعين والعمال بيكونوا في أماكن قريبة من أماكن زراعتهم، ألا يعطي ذلك مفعول إيجابي؟ يعني الحظر هل له مفعول إيجابي على القطاع الزراعي من هذه الزاوية؟ هو على القطاع الزراعي عموما يعني ما بقدر أقول أنه مفعول إيجابي، بالعكس، لأنه في النهاية الزراعة مدفوعة بالسوق، فأنت كل ما كنت قريب للسوق وكل ما كان السوق مجدي كذلك، كل ما كان يعني العملية الزراعية مجدية كذلك. لكن ممكن برضو نشوف حاجات ممكن يحصل فيها تنشيط، زي القصة بتاعت الزراعة المنزلية مثلا. عفوا، الزراعة المنزلية هي حاجة منتشرة جدا كانت في زمان في كل الوطن العربي، لأنه بطبيعتنا معظمنا جايين من أسر عندها خلفية زراعية يعني. لكن في الحقيقة يعني مؤخرا بقت الحاجة ما منتشرة انتشار كبير، يمكن في الغرب منتشرة انتشار كبير جدا مقارنة بالدول العربية، وهي في الحقيقة حاجة عندها برضو يعني فوائد كثيرة. نعم. غير الفائدة بتاعت الصحة، يعني انه بيكون في منتجات يمكن منتجة بشكل شبه عضوي في البيت وضامن النوعية بتاعتها والكواليتي وكده، فبتكون عندها أثر طيب على الصحة من ناحية تنويع الغذاء ومن ناحية بتاعت جودته كذلك.
لكن برضو يعني أثبتت الدراسات أنه عندها يعني فوائد برضو نفسية كذلك، لأنه العملية الزراعية نفسها كونه أنت تشتغل في الزراعة حتى لو بشكل مبسط فوق نوع من التهدئة وتخفيف التوتر وغيره، خصوصا أنه نحن بنمر بمرحلة بتاع التوتر شديد جدا لكل الناس. صحيح. طيب دكتور خلينا عندها يعني أثر يعني بتاع النشاط المشترك برضو في الأسرة، يعني كلنا ما عارفين نعمل إيه في العيال يعني القاعدين. صحيح. يعني ممكن خلينا نتوسع شوية في الكلام مع بعض في البيت ممكن عن الزراعة المنزلية. نعم يعني خلينا نتوسع شوية في الكلام عن الزراعة المنزلية، لأنه ممكن توفر حلول لمشاكل عدة. يعني يمكن في الفترة الأخيرة توجه الناس للزراعة المنزلية للزراعة البستانية اللي هي تعتمد على الأشياء التجميلية أكثر وليست الغذائية. في حال أراد الناس أن يتجهوا هذا الاتجاه، ما هي المزروعات مثلا سريعة الاستفادة منها عند زراعتها منزليا أو التي تسهل زراعتها أيضا؟ هو طبعا يعني الخضر وبعض الفواكه ممكن تزرع في البيت، وكمان في النباتات الورقية والأعشاب زي النعناع وغيرها، دي زراعتها سهلة جدا وممكن تتم في أصايص صغيرة أو بأحجام مختلفة، تتخطى ممكن على الشباك في المطبخ او في البلكونه اذا الناس ساكنين في شقق، او الاحسن طبعا اذا في حوش او فناء ممكن الناس برضو تخصص فوقه مساحات للزراعه. في الحقيقه الايربن فارمنج او يعني واحد من او الزراعه في المدن حقيقه مؤخرا بقت واحد من الترندز اللي بتنمو نمو سريع جدا، شايفين فيها نمو عالمي عموما وفي اتجاه عالمي للحاجه دي، وفيها يعني مساحات مختلفه زي ما قلت. يعني بقينا نشوف اكثر مثلا في الدول الاوروبيه بنشوف حدائق السطح ودي بيكون فيها شويه زراعه اكبر، وفي الحدائق الراسيه اللي هي دي بيزكلي زراعه داخل مساحات مغلقه لكن بشكل راسي، فشايفين تطور كبير جدا في الحاجه دي، وفوائدها في الحقيقه برضه كثيره زي ما تكلمت قبل شويه، يعني منها الفوائد الاجتماعيه ومنها الفوائد الاقتصاديه كذلك. نعم. لانه العائد من بيع الخضار، لاحظي احنا قبل تكلمنا عن السوق، انت موجود في قلب السوق لانه انت بتزرع جوا المدينه وبتبيع للمدينه كذلك، ففائدتها الاقتصاديه برضه كبيره حتى ايفن على المستوى بتاع اقتصاد المنزل كذلك، لانه برضه في نوع من التوفير خصوصا في ظل الغلاء اللي نحن يعني بنعيشه حاليا نتيجه للندره الخلق الفيروس كذلك. طيب دكتور خلينا نتكلم عن مجال اخر ربما لا يمكن الاستفاده منه منزليا، وهو يعني الشق الحيواني او التصدير والانتاج الحيواني. بالتأكيد لا يمكن نقله للمنزل أو الاستفادة منه منزليا. كيف تضرر هذا القطاع بالأزمة الحالية؟ القطاع برضو تضرر نفس الضرر اللي تضرر منه القطاع الزراعي، اللي هو حاجات عندها علاقة بسلسلة القيمة، إنه يعني وصول مدخلات الإنتاج اللي هي مثلا في حالة الحيوانات إحنا بنتكلم عن الأعلاف المركزة وبقى فيها ندره شويه، وكذلك في القصه بتاعت الحركه وترحيل الحيوانات وترحيل اللحوم كذلك والمنتجات وتوزيعها. فالتحدي هو نفسه، وبيضاف عليه التحدي بتاع يعني المتطلبات الصحيه الاضافيه حاليا للصادر بالذات بخصوص التلوث بالفيروس وغيره. فبيبقى في متطلبات اضافيه بالنسبه للتعبئه وبالنسبه للتطهير نفسه بتاع اللحوم. فالتحدي برضه كبير. الفرق انه يعني شويه الثروه الحيوانيه ممكن تصبر ما زي الخضار. الخضر والفواكه طبعا ما حاجه ممكن تخزنها فتره طويله. لكن سواء كان اللحوم سواء كان المواشي الحيه ممكن تقعد يعني ممكن تستنى شويه لحد ما الوضع يتغير او يحصل فيه يعني ترتيبات مختلفه. نعم. طيب دكتور معروف يعني انه مثلا في الدول بالذات اللي انتاج الزراعي والحيواني عالي بتعتمد على التصدير لاستجلاب العملات الصعبه او لرفع اقتصادها. في الوقت الحالي قلت هذه ويعني دائما بيحتفظوا بالنوعيه الاقل جوده للاسواق المحليه، الان الحاصل انه وقف الصادر او نقص عدده بصوره كميته خلينا نقول بصوره كبيره، هل معنى ذلك انه نوعيه المحصولات او نوعيه المنتجات الحيوانيه التي ستتوفر في الاسواق المحليه يعني بمعنى انه جودتها حتكون افضل؟
بدرجة ممكن أقول نعم، لكن ما في كل المحاصيل، لأنه في محاصيل أصلا بتزرع بشكل أساسي للصادر، ولما يكون ما في لها استهلاك يعني ما بتجي استهلاكها بشكل كافي محليا. وشفنا مثلا يعني بلدان زي هولندا واستراليا، البلدان اللي بتعتمد اعتماد كبير على الصادر بتاع الزراعه والثروه الحيوانيه، اضطروا يبيدوا محاصيل ومنتجات. يعني شفنا اباده بتاعت الحقول بتاعت الزهور والورود الشهيره جدا في هولندا، لانه بقى ما في طريقه يصدروها ولازم الحقول يعني يتم حصدها. فيعني هي زي ما بقولوا يعني فيها الحلو وفوق المر كذلك. نعم. طيب يعني برامج الأغذية والحماية الاجتماعية مفروض أنها تقضي بحماية المزارعين ودعمهم في هذا الوقت، برأيك ما هي الخطوات التي يجب أن أو صحيح. المفروض أن يقوموا بها لدعمهم في هذا الوقت ليتخطوا؟ شوفي، الزراعة بتعتمد بشكل كبير على القروض. معظم العمليات الزراعية مش بس عندنا هنا في السودان ولكن حول العالم بتعتمد بشكل كبير على اقتراض جزء من التكلفة بتاعت الإنتاج، على أساس أنه بعد كده المزارع يسددها بعد الحصاد. فالقروض نفسها ما لم الناس تحاول يعني تلقى لها حلول. الناس الأوريدي اقترضوا أموال وانتهوا بأنه عندهم محصول ما قادرين يبيعوه، ديل طبعا لازم تتلقي لهم معالجات. وزي ما شفنا مثلا في بلدان زي إنجلترا وهولندا وأمريكا حصل لهم تأجيل لسداد الدين. فالحاجة دي برضو مفترض الناس تحاول تفكر فيها بشكل جاد في دول العالم العربي، وأنه ينظروا نظرة يعني أكثر رحمة للمزارعين في الظروف الصعبة اللي بمروا بها حاليا، خصوصا إذا هم كانوا يعني زارعين محاصيل للصادر أو محاصيل ما قدروا هم يبيعوها في الوقت المناسب. فلازم برضو يكون في يعني تعامل مختلف أو ترتيبات مختلفة معهم. نعم، نتمنى ذلك. الخبير في التخطيط الاستراتيجي الزراعي دكتور حسام الدين النصري كنت معنا مباشرة من الخرطوم، شكرا جزيلا لك. شكرا لك، شكرا لك كثير.